أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله ومن سار على دبح سلام الدين في بداية السلام عليكم ورحمة الله كيف حالكم؟ كيف أصبحتوا اليوم؟ بعد ما خلصنا المحاضرة الماضية موازنة المواد الأولية وموازنة المشتريات وتعلمنا مع بعض كيف ممكن نحسبها اليوم حناخد موازنة بسيطة اللي هي موازنة العمل إيش؟ المباشر قبل ما نبدأ نشرح فيها بدنا ناخد مثال الآن لو عندنا في الجامعة موظف بالساعة أعطته الجامعة جدول في 10 ساعات ماشي إذن هو حيعطي 10 ساعات في الأسبوع اتفقت معاه الجامعة إنه ياخد على الساعة الواحدة 10 دينار قديش حيطلع أجره لو اتفقنا إنه الموظف هذا اسمه هدى قديش حيطلع موازنة الأجر لهدى 10 ساعات حتعطيهم في 10 دنانير أجر الساعة في 4 أسابيع لأنها لمدة شهر قديش بعطيني 400 دينار إذا كيف حسبنا موازنة الأجر لهدى يا أسماء ضربنا عدد الساعات المتفق عليها والشهر في 4 أسابيع في أجر الساعة في عدد الساعات خذي بالك لما نتكلم عن موازنة العمل نتكلم عن موازنة الأجور مش الرواتب ليش؟ لأنه رواتب ثابتة لما نيجي نمضي العقد ان شاء الله احنا حنعطيكي كل اخر شهر 2000 شيكل عجبك بتمضي ما عجبكيش بنشوف حل اخر عشان هيك خلص فلانه اسماء الها كل اخر شهر 2000 شيكل سواء اجت غابت راحت الراتب يختلف عن الاجر في المثال اللي قبل شويه هدى اعتذرت اسبوع كيف هنحسب لها الموازنه 10 ساعات في 10 دنانير في 3 ممتازة يا أسماء في 3 أسابيع لكن لو كانت أسماء اللي بتاخد مرتب واعتذرت أسبوع مش دعوة مش دعوة تغيب أسبوع تغيب أسبوعين الراتب ملوش علاقة إلا إذا كان غياب غير عذر أو هي مش معتذرة هيك بصير نوع من أنواع العقاب اللي هو خصم من الراتب ماشي يعني مش دايركت بنقول زي هدى بدنا نخصم لها أسبوع بيختلف الوضع الأجر لا يمتاز بالثبات بينما الراتب يمتاز بإيش بالثبات يعني الأجر يكون طالع نازل بينما الراتب لا مستقيم أذكر أهمية موازنة العمل المباشر يا هديل واحد وضع الاحتياجات المطلوبة للإنتاج برنامج الإنتاج يعني نحط خط تحت كلمة الإنتاج إذا لا نستطيع إجراء أو حساب موازنة العمل المباشر إلا بتوافر موازنة مين الإنتاج إذا لازم يكون عندنا الإنتاج وإلا بزبطش أيوة على أي أساس بدنا نعطي على الساعة مثلا 10 دينار بقول لي بناء على دراسات فنية وإيش وهندسية شكرا يا أنتي هل الموظف هذا بيشيل الشغل كله ولا نجيب موظف تاني إذا تساعد في تخطيط القوى الإيش العاملة آية العوضي إيش يا أنتي قانون موازنة العمل المباشر قانون صغنون وبسيط لازم يكون عندنا موازنة الإنتاج وخدناها قبل هيك في الزمن المعياري اللي هو الأسبوع تو أو عدد الساعات في أجر إيش الساعة إذا كيف بنحسب موازنة الأجور خذي بالك ممكن يجي السؤال احسب موازنة الأجور اللي هي نفس العمل عبارة عن حجم الإنتاج في عدد الساعات في أجر إيش الساعة لأن تعتبر من أسهل موازنات التشغيلية عندنا سؤال نطلع في السؤال ونشوف إيش معطينا معلومات على طول يا أخوات بس أشوف الأجر إيش حيكون بده موازنة العمل أو الأجور عطول بس أشوف الأجر هاي الأجر عندنا 4 دنانير للساعة 5 دنانير للساعة 3 دنانير للساعة الـ ABC اللي هي منتجات ساعات العمل الـ A بده 2 ساعة في الإنتاج الـ B بده 4 الـ C بده 5 تنتج إحدى الشركات الصناعية 3 أنواع من الأصباغ ABC وفيما يلي برنامج الإنتاج يعني هدول الأرقام الكبيرة بالوحدات
إذن 4000 6000 1000 هذه إيش؟ وحدات الإنتاج، موازنة الإنتاج. وشوفنا كيف جبناها، 3000 6000 8000 2500 3000 5000. إيش طلب مني؟ احسب موازنة إيش؟ العمل. تعالوا نحسب موازنة العمل للصبغ أو للمنتج A. نحسب موازنة العمل للمنتج أو للصبغ A. عادي زي ما تعودنا مع بعض إن الموازنات كلها بدها جداول، فيش بقدر أعمل موازنة من غير جدول. موازنة العمل اللي هي الأجر لA. أول حاجة نون، بعدين ممتاز يا اسمهان، موازنة الإنتاج، بعدين عدد ساعات العمل، أيوة أجر الساعة، زنقتها أنا، بعدين الموازنة. ماشي أنت ولا همك. إيش عندنا الزمن؟ يناير فبراير مارس. قديش عندنا يا أحلام موازنة الإنتاج لإيه؟ 4000 وحدة، 6000، 10000. قديش يا أحلام عندك عدد ساعات العمل لإيه؟ 2. قديش حنعطيه على الساعة اتفقنا معاه؟ 4. إذا نضرب 4000 في 8، 32000 دولار، 48000 شكرا. خدي بالك، هذه بساعة، هذه دولار، هذه دولار أو دينار. سهلة ولا صعبة؟ سهلة. بدنا حدا يطلع يعملنا موازنة الأجور للمنتج بي. خلصتوا اللي على السبورة؟ طيب نستنى شوية. للمنتج ايش؟ بي. نعم؟ في حاجة؟ مين حاب يعمل منتج بي؟ مين كمان ما شاركش قبل هيك معنا؟ تفضل اسمع، شوف اسمع، ماشي ان شاء الله. حاضر يا عبد، لسه امامك مشوار طويل. نفس الجدول نفس القوانين، بس حنغير ايش؟ الارقام. موازنة العمل او الاجر لبيه. ايوه موازنة الاجر لبيه. موازنة الانتاج لبيه عندي 3000 6000 8000. ممتاز. عندي الساعة 4، عدد ساعات العمل 4. أربعة. والأجر كان 5. 5 5 5 لأنه هذه معلومات بي. 3000 في 20، 3 في 2 60000. 6000 في 20 120. 8000 في 20 160. ممتاز، شكرا يا اسماء. نور اعملي لنا سي. خلصتوا يا اخوات؟ خلصتوا ولا؟ هنعمل موازنة الأجر لسي، تفضلي. موازنة الأجر للمنتج سي. سي 2500، أعطوا الأرقام لو سمحتوا. 2500 الزيرو واقع تحت. 3000 5000 5 5 5
والأجر ثلاثة ثلاثة ثلاثة. 2515 اللي بدها لحاسبة. 37500. ممتاز يا نسمة. خمسة وسبعين ألف آخر حاجة. شكرا يا نور. واضحة ولا صعبة؟ صعبة؟ نروح على الشيت. نروح على ايش؟ على الشيت. نبدأ في الشيت ولا نستنى؟ على الشيت لو سمحتوا. آية العوض قرأينا السؤال. مين حاب يحل ونستنى شوية؟ ماشي، اقرأ السؤال يا آية تفضلي. إذا عندنا مؤسسة بتنتج منتج سميناه سين، سعر بيع حوالي 2.5 دينار، مبيعاتها كالآتي. أبسط المعلومات، هل لها علاقة بموازنة الأجر ولا لا؟ نقف هنا. أيوة، تحتاج إلى 36 دقيقة للوحدة الواحدة. حطي تحت الخط لو سمحت. اتكلم عن الأجر كأنه بحكي. هذه موازنة لجوء. تفضلي. البيانات بعدك مش هتلزمنا، أخذناها قبل هيك. مين يطلع؟ تفضل يا غدير. طبعا احنا موازنة الانتاج جبناها قبل هيك، هاتوا لنا الارقام لو سمحتوا. موازنة الانتاج حسبناها قبل فترة. 49,000. ماشي، بس زميلتك توصل على السبورة انت. بس امسحي لنا الجدول لأنه احنا في الحيطة. إذا موازنة الأجور للشيت نشوف مع بعض. اللي هي رقم 5 موازنة العمل المباشر. أيوة. نون موازنة الإنتاج. عدد ساعات العمل ما بكتبش عدد الدقائق، يعني مستحيل. يعني في بعض الناس بياخدوا أجر على الدقيقة، زي مثلا اللاعبين الكورة المشهورين زي ميسي وغيره. المغنيين لما يطلع لحظة في دعاية لشيء معين بياخد على اللحظة هذه مصاري، لكن بشكل عام تعطى الأجور على الساعات وليس على الدقائق. موازنة الإنتاج بالوحدة. بالوحدة 49,000 وحدة. 61,250. 57,750. 57,750. 51,250. طيب بعدين 57,750. 45,000. 45,000. قالت مدة ساعات العمل بدنا اياها بالدقيقة نحولها لساعات. ايوه 36. 36 دقيقة؟ لا، تقسيم في 60. تقسيم 60، أنا سمعتها في 60 بيطلع. إيش بخليك تعرف إنها غلط؟ بيطلع مبلغ كبير جدا، حاجة هائلة، معناها غلط. قسميها أنت عشان ما تعرف من وين جبتيها. 36 تقسيم 60. مين بيسأل نفسه مين ال 60؟ مين 60؟ يا راضية سكيك. 60 دقيقة في الساعة،
يعني احنا عندنا 36 دقيقة بدنا نحولها للساعة، فبقسمها على 60، الساعة الواحدة فيها 60 دقيقة في الساعة. ايوه مكتوبة 16 زي ما هي. ماشي، في حدا حيسأل نفسه من وين جابوها؟ خلاص يا هاني. 6 من 10 6 من 10 6 من 10. 6 6 6 6. احسبوا لها لو سمحتوا الارقام حتطلع كبيره شويه. الاولى 176400. 176400 دولار. الثانيه 220900. مية وستة وثلاثين ألف وثمانمية. شوية بس. 162 ألف. ايش السؤال؟ هو مديني انه 36 الوحدة الواحدة. دقيقة الوحدة الواحدة. يعني كم قديش كم ساعة؟ 36 دقيقة كم ساعة؟ طلع 6 من 10 ساعة. انه انا فكرت انه حنضرب 6 من 10 في 49 ألف انه عشان مديني اياها للوحدة. ليش انتوا ايش عملتوا؟ طب صح، عارف انه صح، بس انا يعني اول ما خطر ببالي انه هيك، يعني ليش ما نعملش؟ ما هو ايش تعملي؟ لازم هم الدنيا اياها للوحده الواحده 36، بس هذول كلهم الوحدات كلهم يعني. ماشي، ما هو انا بعطيش للوحده. انا بعطي الاجمالي الوحدات الاجر. ما نجيش نقول خذ هاي 6 من 10 دينار، اصلا حتغلف في صار. من وين اجيب 6 من 10 دينار انا اصلا؟ لا هاي الساعات 6 من 10 الساعات للوحده. لا 6 من 10 بلا عدد الساعات. عدد الساعات الاجر ساعه، الاجر 6. طيب مش حاجه اقول لك خذ هاي 6 دنانير على 6 من 10، بتزبطش معنا في الحسبه اصلا. انا بحسبها للاجمالي، زي ما تو لما حسبنا لما كان عندنا معيد عيناه بالساعه، ما قلناش تعال كل اسبوع خذ لك 40 دينار، قلنا 10 ساعات في 10 دنانير في 4 اسابيع. هان نفسها، بس هان عشان بالوحده او بالانتاج باخذ اجمالي الانتاج. حنقول مثلا 49 ألف وحده اللي هم 4 اسابيع كانوا هناك، في 10 ساعة 79 ألف وحدة، في 6 من 10 ساعة في 6 دنانير. ما بزبطش امسك وحدة وحدة، لا ولا عمرنا احنا بنعرف نشتغل هيك. فيش عندنا غير موازنة العمل؟ واضح يا انتي؟ يعني انتي فكري فيها، فكري فيها. نكمل ولا نعيد؟ نكمل؟ سهلة هذه. سهلة جدا. يعني خسارة حاجة زي هيك ما عرفناش نحسبها. طبعا هذه على الاكسل تنحسب في لمح البصر، وكمان لو كنت فاهمة برضه حتحسبيها بلمح البصر. الموازنات قبل الأخيرة اللي هي موازنة تكاليف الإنتاج، وفيها خطأ نحوي، هي غير المباشر مش الغير. غير لا تعرف أبدا، غير المباشر. يا وينها؟ نشوف مع بعض. اذكر يا ولاء هللو أهمية موازنة التكاليف الإنتاجية غير المباشرة. ارفع الصوت يا أنت. ألف سلام عليك، نستعيني بصديقة؟ ماشي، ألف سلام عليك. سماح بلبل. اذا نحط خط تحت كلمة الانتاج، برضو موازنة من اسمها يا اخوات، موازنة التكاليف الانتاجية غير المباشرة، لازم يكون عندنا موازنة الانتاج. ما عندناش بنحرفش نحل ولا ندبر حالنا. تفضلي. غير المباشرة. غير المباشرة. اذا التكاليف الصناعية غير مباشرة هامة جدا، فهي تكلف 95% من تكلفة ايش؟ الانتاج. لما تطرقنا لموضوع اللي هو الكوست بيهيفير الشابتر الثاني، شرحنا شو معنى تكاليف غير مباشرة واخذنا عليها امثلة. شكرا يا سماح. سماح ابو جامع تفضلي.
لا ارفع الصوت. تبوض معناها تصنف. هذول ما جبناش سيرتهم من اول تشابتر هذا لان هيهم ظهروا. اذا التكاليف غير المباشره تبوب الى نوعين، ثابته ومتغيره. وهذا مهم في تحقيق الرقابه. ايوه. وكما هو معروف ان التكلفه المتغيره يمكن ربطها بشكل مباشر بمركز المسؤولين ذلك. بمركز المسؤولين ذلك لكونها تعد من التكاليف الخاضعه للرقابه. اخذنا في زماناتنا انه التكلفه المتغيره هي التكلفه التي ترتبط بعلاقه طرديه مع الكيو او حجم ايش؟ الانتاج. فالاصل كل ما يزيد الانتاج تزيد هي، كل ما يقل بتقل هي، فهذا بيساعدني في الرقابه كثير. تفضلي. وبشكل خاص مراكز الانتاج وخدمات الانتاج. خذي بالك، ماشي، انت عندنا نوعين من التكاليف اللي نحن نحسبهم، او عندنا هالموازنتين. موازنه التكاليف المتغيره هذه سهله، وموازنه التكاليف الثابته برضه سهله. تفضلي يا سماح. تكاليف الانتاج الغير مباشره. غير المباشره. بتساوي الانتاج المخطط في الساعات المعينه. موازنه الانتاج ضرب عدد الساعات ضرب التكلفة المعيارية. شكرا يا سماح. نسمة كملي انت. اذا نقول عندنا موازنتين، موازنة متغيرة وموازنة ثابتة. نشوف الموازنة الثابتة. ودفترية من جهة أخرى. اليوم خلونا ناخذ مع بعض موازنة الإنتاج المتغيرة، ماشي؟ إذا ضل معنا وقت بناخذ الثابتة. اللي حيفهم موازنة الثابتة كيف بنحسبها هان حيفهم لآخر الشابتر، حيلاقي نفسه. شكرا يا نسمة. عندنا سؤال، أيوه يا بسمة العشي، اقرأ السؤال لو سمحتي. إذا كان المعدل المعياري، خذي بالك، المعدل المعياري هو التكلفة المعيارية. كلمة معدل معناها تكلفة معيارية أو مخططة، نفس الإشي، نفس المصطلحات. تفضلي. لتحميل بنود التكاليف الإنتاجية غير المباشرة. حاولوا تعودوا لسانك ما يقولش الغير، غير المباشرة. المتغيرة بأربعة لساعة العمل المباشرة. بأربعة دينار للساعة. وجملة البنود التكاليف الثابتة السنوية من هذه التكاليف 600,000 دولار. 60,000. الصفر هذا بيخرب بيت المؤسسة. أيوة. والإحياء الأصول الثابتة 18,000 دينار. 18 يا أنتي. والساعات المعيارية هو الكلام عليه يعني؟ بمسحه أنا يا أنتي. مين عمل هذا الكلام؟ غدير. نخصم منها درجات ولا نسامحها؟ شكرا يا احلام، المفروض انت تدرسي في كليه الحقوق، الدافع عن حقوق الغلابه. تفضل. للمنتج الف، وثلاث ساعات للمنتج مين؟ باء. معطينا موازنه الانتاج في السؤال. احسبي. يا بسمة. عندنا هان موازنتين، واحدة ثابتة وواحدة متغيرة. لو اطلعتي على المعطيات حتلاقيه جاب سيرة الثابتة والمتغيرة. تعالوا نحسب سوا موازنة التكاليف الإنتاجية غير المباشرة المتغيرة. هروح عامله جدول نون 1 2 3 4. موازنة الإنتاج معطينيها في السؤال، عدد الساعات، التكلفة غير المباشرة المتغيرة، موازنة التكلفة غير المباشرة المتغيرة. خذي بالك أحيانا يا أخوات ما بيعطيني إياها بالشكل هذا، أحيانا بتكون نسبة. نحسب هذه وبعدين نشوف ايش قصة النسبة. ايش موازنة الانتاج معطينا اياها؟ يا راضية سكيك، شهر واحد قديش عندك الانتاج؟ راضية سكيك. 4750 3750.
شكرا يا ناضية. ألا أسكيك جاية؟ أختك مش جاية؟ ماشي. هذه اللي قديش عدد الساعات؟ شكرا يا هديل. تكاليف غير مباشرة متغير ده الحجاج قديش يا أنتي؟ أربعة. طلعونا لو سمحتوا الناتج ضرب. أيوة. 6000. 46. لا يا من 46 غير 6000. سمعتها إشي تاني. الأرقام لما تطلع هيك بتكون حلوة. 216,000. هذه قديش؟ كم زيرو؟ 21,600. طب ما هي زيادة صفر؟ لا ما هو صفر بيعمل مشاكل يا أنتِ. في فرق بين 21,600 والرقم ها و 219,000 اللي تو كتبناه. احسبيها قديش كم قديش حندفع زيادة. مصيبة هذه. نفس السؤال حناخده بطريقة أخرى. نفس السؤال. خلصوا لسه؟ خلصتوا؟ نكتب مع بعض. من الممكن أن يكون السؤال بالشكل التالي. نكتب السؤال. إذا بلغت نسبة التكاليف غير المباشرة المتغيرة 10% من عدد وحدات الإنتاج لكل فترة، احسبي موازنة الإنتاج غير المباشر. إذن في السؤال هذا لا قال لي عدد ساعات ولا قال لي تكاليف، قال لي نسبة. ناخذ الرقم نقسم منه 10. مين الرقم؟ 57,000. لا حنخلي هذا، حنشيل هذا كله. هذا كله حنقول نسبة التكاليف المتغيرة غير المباشرة. حنجيب موازنة التكلفة المتغيرة غير المباشر. قديش النسبة في السؤال؟ 10%. مش حنخصم حاجة يا أنت. بنقسم الرقم. ولا حنقسم 5750 في 10%؟ بس. بقسمش ولا بطرح ولا بعملش حاجة. بضرب النسبة في الموازنة فقط. وتكلفة المعيارية هذه نسبة. يعني نسبة من موازنة الإنتاج حتروح على التكاليف الإيش؟ المعيارية. طيب ليش يا مسي احنا أصلا بحل السؤال ده وين حطينا؟ لا احنا عندنا عدة أشكال. عندنا عدة إيش؟ أشكال. ليش حطينا اثنين لهم كلهم؟ هو كتب باثنين ساعة المنتج واحد وثلاثة. لا منتج ألف. المنتج ألف احنا عملناه المنتج ألف. عملناه المنتج ايش؟ ألف. شكرا على الملاحظة. واضحة ولا عيدها؟ عيدها تاني؟ ذكروني انه احنا ضايل عندنا موازنة التكاليف الإنتاجية غير المباشرة الثابتة ما انشرحت. ذكروني فيها. أي سؤال؟ يعطيكم العافية.